رجعنا ما بعدنا وطولتنا حاضره. دونك شايف بيلي كان ذكرهم شنو حضرنا اليوم في دبارتنا لل عملنا كسليت نتاعنا سلطه حضره فيها في الجوتا شويه نوا وحنا بكسوس المزيانه بعد عنا شربه عملنا شربه بالحوت. شربه تن عصفور بالحوت بنزلي كنا فيها شويه حمص شويه كلافس بي. وعنا زيدا كيف كيف شايف مقرونه بوتانيسكا للي ما يحبش الحم ما يحبش الدجاج دونك زيدا كيف كيف تجي ان اكومبانيمون لبليزيور بلا نجمو مع مثلا ما تخرجوها مع الحم ولا مع الدجاج نحيو الطن وخليو نفس اللي تاب الكور زيدة الخير ما فيها انظمه راهو ليه ما تنحيليش زيدني فلفل بار العبيد زيدني حاجات تنحيليش الطن شايف هاكا جبن عادي عاود دونك في الديسير عملنا دي بوليت دونك احنا مازلنا استنيناهمش ما هما ترجع الشوكولا للايتا انيسيال وتعاود تجمد شويه يوليو من برا كروكون ومن داخل بيان سور اون تروف لو كوتي هذاك موالو تاع البسيسه والشاميه وعنا زادة حويجة بيضة مع توا الدنيا مشى وتسخن شاف دونك عملنا تريفل غلاسي بالبيسكوي لونغ دو شا الغلاس وزيناهم بالفريز وبالنوا وبالطبيعة انتم واش تحبوا تزينوا تحبوا تحلي بارفان اللي يحبوا عليهم فوالا اكزاكتومون فما بليزيور فاريتي مزيانة برشا فوالا دونك بالطبيعة ما نساوش البان والرايب نتاع ديليس وهذايا كانت دبارتنا لليوم شاف ريستورون لباروك المنزه واحد اما في رمضان بحدينا في ملا شيف انا عجبتني الحكايه ان شاء الله ديما قاعد بحدينا دونك احنا بيان سور نتقابلوا غدوه في دباره جديده في دي روسيت جدد دونك نقول لكم شهيه طيبه الناس الكل ونتقابلوا غدوه باي باي.